بس انا مش جاي عشان لا جهاز عمي. طب ما انا عارف انت جاي ليه من قبل ما تتكلم، وانا مستني ردك. هو انت ياض فاكر ان انا مش عارف انك حاطط هارون الذهبي في دماغك؟ طب ايه بقى، هتسيبه كده عادي بعد النمره اللي جه عملها علينا دي؟ ومين قال ان انا سبته؟ ده انا كتفته. ازاي يعني؟ هو جاي وعشمان انه يلعبني ويكسب مني بنت، وانا لعبته وكسبته، بس برضه اديته البنت اللي هو عايزه. عارف ليه يا يحيى؟ ايه؟ بتشتريه؟ مش بس بشتريه، انما كمان بطمعه، بخلي ريقه يجري وعينه تروح على البنت اللي بعده، وبرضه هديهوله. طب ولحد امتى يا عمي؟ لحد ما حسابه يتقل، يتقل قوي، ويا اما يقدر التمن اللي اتدفع فيه، يا اما يحاسب على المشاريب كلها، وفي الحالتين احنا كسبانين. يا عم انا عارف كويس قوي ان انت بتعرف تدورها، واكيد يعني اللي يخلي الزين العطار الله يرحمه ما يمشيش خطوه غير بيك. خليني انا كمان امشي وراك برضو على المغمض كمان، ليه لو ما فيها ان انا ما اتعودتش العب لعبه وانا مش فاهمها. وهو ده اللي بيعجبني فيك يا يحيى، وزي ما انت واثق فيا وفي ادارتي للعيله والتجاره، مسيرك هيجي لك يوم وانت اللي تدورها، وبرضو هكون انا واثق فيك. عارف ليه يا يحيى؟ لانك كبير من يومك. ربنا يديك الصحة يا عمي. الموضوع ملوش علاقة بالصحة، الموضوع وما فيه إن أنا زمان عهدت زين الله يرحمه إن أكون ظهر لكبير العطارين أيا من كان، وما فيش كبير من غير ظهر يحميه. أنت برضو الخير والبركة يا عمي. شوف الواد أقول له إيه يقول لي إيه. مش موضوع خير ولا بركة يا يحيى، دي حرب، حرب، والحرب ملهاش قوانين، دي لعبة كبيرة واحد بس اللي بيطلع فيها كسبان. وانت يا يحيى مسيرك هيجي لك يوم وتبقى لعيب وحد يكسب، وبكرة فكرك. ازيك يا يحيى؟ ازيك عمار؟ ايه مالك؟ رايح سفرة الكفر وما بتردش، فانا اخد بعضي واروح لها. انتوا اتخانقتوا؟ لا بل شويه المشاكل العاديه اللي انت عارفها يا ابني. الحريم دول عايزين الواحد يبقى تلاجه تلاجه، وانت يا عيني ما بتستحملش، حامي وخلقك ضيق زي ابوك كتك البلد. انت جيتي؟ طب اقعد اسمعي الفيلم ده عن واحدة حرباية مهمهاش غير مصلحتها وبس، مهمهاش خلق الله كلاته. يقوم ربنا ايه جايبها على جدور رقبتها، لا طالت بلح الشام ولا عنب اليمن. شوفي ربنا عاد تاخدي فايش؟ لا لو ليكي في الافلام عاد انا هفرجك على فيلم احلى عن واحدة افتكرت نفسها حاجة وهي ولا حاجة. أما اللي وقعت على جدور رقبتها دي هتقوم وتوصل للي هي عايزاه، وبكرة هفكرك يا عايشة. وده بيجي على أنهي محطة دي؟ الأحلام؟ لا ده هيحصل قريب قوي على حباب عينيكي، مش هياجي على المدعوق اللي انت قرفانة بيه دي. أوقف يا عوج وتكلمي عدل يا بنت وفيق، البيت دي الأصول، ولا نسيت انت مين وأنا مين؟ أنا عارفة أنا مين كويس، أنا بقى مرت خالك، واجب عليكي تحترميني. دلوقتي بتتمحكي بالعطارين؟ نسيتي كنتي مرت مين قبل ما تكوني مرت خالي؟ نسيتي اتجوزتي مين وكيف؟ الله يرحمك يا زكريا يا واد خالي. بسم الله على الظالم. بس قبل ما أبدأ
عايز اقول لكم حاجه، اللي هيقع في الميه هو اللي خسران، واللعبه ما فيهاش دم. على الله. واللي شايف انه هو ليه حق يجيلي وانا هديهوله. زمان لما كنت بتشتغل مع بابا كان توحيد دراعك اليمين، كنت انتوا الاتنين ما بتتفرقوش خالص. ايه اللي جرالك يا نوح؟ كل وقت وله أدان. وخديجة ذنبها ايه يا ولادها؟ وانا ذنبي ايه؟ كل اللي بتعمله ده مش هيرجع لك بنت. قانون نوح لازم يمشي، كل اللي عمل حاجة هيحاسب عليه. وانت مين يحاسبك على سنين عمر اللي ضاعت؟ سنة ورا التانية وانا كل يوم كنت بستناك، وانت كل يوم كنت بتبعد اكتر. انا بقيت بخاف منك قوي يا نوح، وخصوصا بعد موت فيروز. اوعي اوعي تجيبي اسم فيروز على لسانك للدرجه دي. انت مش حاسه بحاجه؟ لو كانت بنتك كنت قتلتي بايدك. كان عندها حق فيروز ما تحبكيش، وانت مصره تفكريني كل شويه. بقول لك يا ليلى، اسمعي الكلام من اول مره، لان مش دايما هيبقى في مره تانيه. هسمعه يا نوح، بس خليك فاكر انت ان الواحد ممكن يزعل مره ويعاتب مره، بس هيجي في مره وصدقني هتكون اخر مره. برافو، عاجبني قوي عدد المرات اللي في الجمله. انت مالكيش مكان غير هنا يا ليلى. تقريبا دي مشكلتك معايا يا نوح، انك دايما بتراهن على قلبي وقلبي كان بيجي في صفه، بس صدقني المره دي قلبي طوعني انا وجاي في صفي. اتفرج بقى على ليلى الاول، ليلى اللي بتقول انك ربيتها على ايدك يا نوح. هتفرج، بس خلي بالك ان نوح قبل الطوفان غير نوح بعد الطوفان. عاجبك كده يا عم فارس؟ عاجبك؟ أبوك بقى يتشتم عيني عينك. أنت اللي جبته لنفسك، وردت نفسك توريطة ملهاش عايزة، ما خدناش منها غير الفرجة وقلة القيمة. تفتكر مين اللي زق البت المذيعة دي عليا يا فارس؟ مش بعيد يكون سيف العزازي نفسه. والله مش بعيد أبدا. اللي خلاه ينزل مسعد محمدي قدامي علشان يهني مش بعيد ابدا انه يشوه سمعتي وشكلي في السوق. هو مسعد ايه مصلحته؟ انا عارف، اهو كارت جديد تلاقيه بيلعب بيه بعد ما خسر مجموعه العطارين عشان يساعدوه في غسيل الاموال بتاعه ده. قصدك انه وافق معاه؟ والله انا كنت شاكك في الموضوع ده من الاول، بس دلوقتي خلاص الحكايه بقت على عينك يا تاجر. اسمع يا فارس، الحرب مع مسعد مش هتبقى سهلة أبدا، وأنا عايزك في ظهري يا حبيبي. عاوزني في ظهرك بجد؟ ولا عشان شكلك قدام الناس؟ إيه الكلام ده؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا فارس؟ يا أخي ده أنا أبوك، عارف يعني إيه أبوك؟ المشكلة أنا مش عارف. تعرف أنا نفسي واقفة منك ليه؟ ليه؟ عشان كنت موجود ومش موجود. اليتيم بيبقى مطمن، عارف ان ابوه ميت، ولا ابوه مطلق امه بيبقى مرتاح انه عارف لو عايزه هيلاقيه. انما اللي زي حالاتي هيلاقيك فين؟ كنت عايش وميت في نفس الوقت. انا اسف، انا اسف جدا يا فارس. انا عارف يا حبيبي ان انا اهملتك، بس اوعدك
إن إحنا هنعوض ده كله إن شاء الله. مش عارف هتعرف تعوض ولا لا. عم زين الله يرحمه وعم سليم ما قصروش معايا واصل، بس ما عرفوش يعوضوني عن كسرتي قدام نفسي. معلش معلش يا فارس، بكرة الأيام هتثبت لك يا حبيبي. أول مرة أحس إنك صادق. تعرف لو كلامك دي صح صح وهتخلع يدك من سيف العزازي وهترجع للعطارين، ساعتها هقف جنبك، هتلاقي ولدك فارس. أرجع للعطارين؟ أرجع للعطارين ده